آخر تطورات اتهام نيمار بالاغتصاب. انسحب المحامي دانييلو غارسيا من مهمة الدفاع عن البرازيلية نيجيلا ترينيداد، والتي ادعت بأنها ضحية لجريمة اعتداء قام بها مواطنها نيمار نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون بذلك ثالث محامي يرفض الترافع عنها. مواطنته البرازيلية نيجيلا ترينيداد ادعت بأنها ضحية لهذا الاغتصاب المزعوم. الجريمة بحسب زعمها وقعت داخل فندق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عندما لبت نيجيلا دعوة نيمار وسافرت له في مايو الماضي ليعتدي عليها هداف باريس سان جيرمان جنسيا بحسب زعمها. النجم البرازيلي نفى سابقا التهمة جملة وتفصيلا، وأكد تعرضه لمؤامرة، كما عرض محادثات على تطبيق واتساب ليثبت براءته. لكن مقاطع فيديو تم تسريبها تظهر شجارا بين نيجيلا ونيمار، ويعتقد أن البرازيلية قد سجلته لمواطنها. ولكن عندما طلبت الشرطة الحصول على كامل الفيديو المسجل، أكدت المدعية أن الشريط تمت سرقته، واتهمت محاميها غارسيا بذلك، إلا أن الشرطة لم تجد أي بصمات غريبة في منزلها. وسائل إعلام تناولت أنباء عن أن بعض الشركات الراعية لنيمار أوقفت حملاتها بسبب واقعة الاعتداء المزعومة، إلا أن الشركة المالكة لحقوق صورة نيمار ردت ببيان رسمي مؤكدة بأن الشركاء يدركون ويعون الأحداث الجارية تماما، لكن حتى الآن لم يتم إلغاء أي عقد من عقود الرعاية.